عليكم السلام ورحمة الله جميعا. طبعا هو أنا تابعت التقرير المنزلة بترد على الوزارة الخارجية قناة سكاي نيوز عربية. يعني شغل كعب عديل. كأنه القناة تعترف في المقام الأول إنه منزل يعني التقرير المصور بالخطأ، بس ده بيكفينا، ده معناه أصلا أساس التقرير كله يكون باطل. عرفتوا؟ مش لو نزلته تاني تقارير، لو عملت السبعة وذمتك، كونه تعترف إنه فعلا بعدم مهنية في قناة كبيرة زي دي تجيب لها تقرير مثلا من الصومال تقول ده تنتمي للسودان، ده بالنسبة لنا كفاية. ناهيك عن اي حاجة. بعدين الحادثة بتاعت قطع الرؤوس اللي جبتوها دي، يعني دي الحكومة السودانية نفسها، القوات المسلحة نفسها طلعت بيان فيها كويس، وكتبت انه هتحقق في المنسوبين اللي هو ظهروا في الفيديو بتاعهم ده. اذا خلاص، ما زي الدعم السريع لما نمشي الجزيرة هسي، ما قاعد يعمل كده ده، ما انا يقول لك بتصلوا المرحلة بيجيب الكلب بتاعهم المشترينه جديد ده، عاملينه بتاع المدنية ده، قال لك ده الكيزان والكتايب والمعارف والكلام الفارغ ده كله براوغ في كله. عرفتها؟ احنا ما عندنا، العالم كله يسمع، احنا ما عندنا مشكلة، ما عندنا وزارة خارجية على قدر الحدث. عشان شنو؟ عشان تحكها في الكلام ده. يعني بتكتفي ببيانات. البيانات في الوقت الراهن ده ما كلام عاطفة، ما بينفع. اطلع بالصورة والصوت عديل، ده الكلام اللي بنقوله له على الصادق، لكن على الصادق ولا سوالف وسائل في اهلنا ذاته. عشان كده بيجوا بيتحدوك عديل وبينزلوا بيان تاني بيقول لك بنأكد الحياة الحاصلة كويس، عشان يطلعوا هم الصح، عشان يضربوا لك البلد دي في مقتل. الفرحانين بالكلام ده من نفس القحات اللي هم رافعين التقرير ذاته. يعني شهاب الطيب ده اللي كان بيصرح قال يا اخي السودان بؤرة من شنو، من ال الطوائف التكفيرية كويس، كلام يعني. والصحيفة بتاعت حمتي بعد ده خلاص الموضوع ده انتهى يا اخوانا، عشان ما نقعد نلف وندور فيه كتير. الحياة الجابت سكاي نيوز دي الجيش قاعد يحقق فيها لحد الآن في التحقيق، لما تطلع بعد ده ورونا الحاصل شو، عشان ما تتحدوا الناس. والله كلمة الحق دي نقولها والله ولو على رقبتنا، اصلا ما في اثنين ثلاثة. بعدين الكلاب بتاعنا القحات الهسي شغالين في الموضوع بتاع النظام بيعايروا الناس. يعني انا الدعم السريع لما نجيب، لو بتتذكروا كان موضوع 2018 و2003 بتاع الجهاز لما كان بيجيب الناس من سوريا ومن الجماعه دل، يعني هون الناس المنظمات وناس داعش والكلام ده، دي عمليات بيقوم بها جهاز الامن انذاك في 2018 دي في حكومه الكيزان نفسها. يعني وبعدين الشق بتاع تداول الخبر ده اتنين، يعني ناس عيسى موسى حكامات الجنجويد ديل بيجيبوها عشان هم ترميز لفئة من الشمال، بيقول لك انه بناتهم قاعد يمشي يبيعوا نفسهم بيجاهدوا جهاد النكاح. بيجي زي سفيه الحمدابي ده زول بيتحكم في عرضه ذاته، بيجيب نفس الخبر ده، نظام دار اثبت انه تورط الحكومه في بلاده، نظام انه دار اثبت تورط الحكومه مع الجماعات الارهابيه، في حين انه ود الحرام ده نفسه ناسي انه الجهاز ذاته عمل عمليه خاصه كويس في 2018، عمليه تحسب له مع السلطات الليبيه في عمليات خاصه، مش استردوا الخمسه بنات ديل ولا ثمانيه بنات ديل. انا استغرب من ابو تربيتكم، انا والله عديل جدا بستغرب، انا بستغرب من انت جاي من وين. يعني مهما كانت الفجور السياسي بينك ولا الاختلاف، ما بتصلوا مراحل زي دي، اقسم بالله العظيم. يعني نجي زي عيسى موسى ده، زول كلب ومعرس للجنجويد، زول عبد اللي دقلوا بيركب امه وبيركب اخته وبيركب حبوبته وبيركب الجابه وبيركب ابو اهله ومؤكل اهل ابو ميتين امه. ده زي عيسى موسى ده بيجي بيتكلم كلام زي ده، ترميز، يقول لك جهاد النكاح ترميز، لانه شماليه قاعد يتباعوا كويس، بيمشوا بيتركبوا وين لداعش، عشان شنو؟ عشان ده يقول لك ده جهاز نكاح، ومبسوطين، والكيزان كانوا مبسوطين، بل الكيزان قال انه ودوهم للحاجه دي.
ده الترميز بتاع عيسى موسى، بيشيله منه، بيشيله ود الشماليه ذاته، ود الشماليه ذاته بيشيله، بيجي بيتكلم بيقول لك عشان دار، عشان دار ورطه الحكومه، متناسي ود الشماليه ده ذاته، متناسي الموضوع ده انه الحكومه دي ذاتها تحت الكيزان ذاته طلعت جهاز امن ذاته عشان يمشي يعمل شنو عمليه خاطفه وخاصه عشان يجيب البنات دي. انا ميتين ابو تربيتكم دي، انا ما عارف انتم من وين. انا والله العظيم ما قعد يعني كلام، كلام فارغ كده في حتات الزول لو على رقبته بيقول الكلام، لكن انا ما لقيت بطاله ووساخه وعماله قدر ده. عرفت كلامي؟ اضافه للتعريس والتطبيل اللي قاعد في في المرغني هسه ده، جايب صوره عاش ابو هاشم. يا اخوي احشك انت واحش ابو هاشم واحش الحشا ميتينكم ذاته. واي زول بيقول في الزمن الهسي ده سيدي وسيدك ده زول باطل وزول نياوساي مهما كان معتقدك يا زول. انت سيد، انت سيد نفسك يا زول، بتستعبدوا لبتين راجل كبير بشنوات كده سيدي وسيدي. انتهى الكلام ده يا زول، عهد الكلام ده انتهى، انتهى شئتم ولا ابيتم. سيدي وسيدك بتعقلوا منه؟ تعال انا اجيب لك سيدك ده كان بيتكلم بيقول شنو. سيدك ده كان ساكت عن الحق، والساكت عن الحق شيطان اخرس. سيدك ده كان بدين الدوله بالارهاب. سيدك ده نفسه لما جاب الاضرحه وما الاضرحه الاعتداء على اولاد صالحين وثبت يقول لك انه في جماعات ارهابيه، ده سيدك اللي بيتكلموا ده. خلي ثاني زول في كشل يجي يقول لكم سيدي ده الود بتاعكم ده منزل لكم بوستات هسه حاقرا قمة التعريس وقمة الاستعباد. ويا شبشب الملك المؤسس ده سيد سيدك وسيد امك انت براك، ده ما سيد زول يا زول. والله العظيم بيجي وحياة ديني وايماني، وحياة ديني وايماني. انا لو جا لو جا مرة جنبي ساكرة ولا بشوفه ولا ولا بعرفه من ذاته. خلي سيدك وعشان نسبه وشرفه وجزمته اعلى من فوق، جزمته اعلى من فمه، ما دي تربيتك، دي تربيتك وتربية أهلك، بقتك إنك عبد ومذليل، إنه أي زول يركب فيك ويعلم عليك وأي زول سيد عليك، أنت قال الناس دي كلها زيك، أنت قال الناس دي كلها في محيط تربيتك، ما في زول، ما في زول ما بالطريقة دي، ولا استعطاف ولا أنا، أنت ممالك، كلكم ممالك، وكلكم ما بتقولوا كلمة الحق، وكلكم بطالة، وكلكم ما رجال، عشان تعرفوا الكلام ده، سيدك بتاع حفره. سيدك ده ما يقول كلمة الرجال، سيدك ده ما يقول كلمة الحق. هو ده في موضوع الأضرحة ذاته اللي كان بيتهمي وبطلع بيتكلم الكلام الفارغ ده، طلع هو ده ذاته من الناس اللي أبهاتهم مدفونين ذاته الأضرحة دي، طلع يتكلم كلام واضح ودغري. وأي حاجة بتثبتها القوات المسلحة على أي أساس؟ ما بتشوف الإرهاب ده للمجتمع الدولي وللقاحات وللمعرصين كلهم، ما بتشوف الإرهاب ده؟ الإرهاب اللي امبارح اللي كان في المبارح اللي كان في الجزيرة ده ما بيشوفه؟ الحفلة اللي كانت في الدومة ده ما إرهاب؟ أرجعك للحوادث اللي بتجيب حوادث قطع الرؤوس وغيره، أرجعك لشكاك الشهيد شكاك، شكاك اللي كان مربوط بشطرتون من راسه لقعره ومصور بالواتساب ومرسل لمنه، مرسل من واتسابه نفسه عامل له حاله ومرسل لي رساله لاهله فيديو وخاطينا حاله في تلفونه كان مصورينه، تم ضربه لحد ما مات. ده ارهاب ولا ما ارهاب؟ هل ده ارهاب ولا ما ارهاب يا كلاب؟ الفيديوهات اللي قاعده بتلقوها في اليوتيوب دي اي زول يمشي يكتب انتهاكات الدعم السريع بتمشي تلقاه. الفيديو زول دخل لي مره كبيره قال لي انا خدت لها سلاح فوق راس الدار العربيه، ما بتشوفوا ده ارهاب ولا ما ارهاب؟ الارهاب غيره؟ هل ده ارهاب ولا ما ارهاب؟ عشان ما واعلامنا اعلامنا فاضي؟ اعلام هو اعلام اذا رسمي ما فاضي، فما بالك في الاعلام الخاص. انا زي الزول اللي اسمه احمد دندج ده، والله انا ما اكله معي جنبه كل مره بيسهر لي انا ذاته لي انا ما عارف. حضني وحضنك وبتاعنا فاضل لي ابوكم نحن يا استفيدوا من قنواتكم دي، استفيدوا تجيب لي بالعفن، استفيد ده اعلام حي، استفيد من الحاجات دي بتطلع اذا القروش اذا دار تعيش بتطلع قروش عديل بالحاجات دي، استفيد بدل تجيب لنا العفن والقرف. مشهور بتاع حبوباتكم والله غيازين والله رمم. السيد خليفة دنقر يعني انا ما فاهم. انا هسي ما ممكن تجيني، ممكن تجيني رسالة، ما كلنا بتجينا معلومات، كلنا بتجينا معلومات، لكن ما اي معلومة انت بتكتبها
يعني انا ما انا متاكد تماما انه في زور رسل لك رساله كويس، قال لك والله نحن وحصلينا وعملينا وفي غرب سنار هناك مشينا دفعنا للجيش 2 مليار والجيش ما عارف شفشف القروش، وبعد ده نظام بتتمسخر والنظام ها طيب ما كان تحل القروش بتجي عشان تعمل لنا ارتكاس، هل ده كلام بخش العقل؟ جيب دليلك، ما انت لو منزل خبر زي ده بيتحمل الاعاويل، جيب دليل ابو اهلك خدته هنا في الكلام ده، جيب لنا دليل عديل كده، ما بقدر اجيب دليل لانه خايف على زول، اذا كلامك باطل. ما هنا لو بقول لك كلام هنا بقدر اجيب لك دليل فيه، انت في موضوع زي ده جيب لك دليل. يا اخواننا ما تبقوا يعني الاستعراض ده، الواحد ما يبقى استعراض بالطريقه دي، يعني ما تبقى استعراض اذا بتجيب حقيقه وزفت الطين كتفهم، ما لا لا ما كده، جيب لك كلام زي الناس. ما في حاجه اسمها جيش تمشي تقاول عشان اعمل لك ارتكاز، انت بتخول ولا شنو؟ ده كلام وين ده يعني؟ انا اكلمك باسلوب في التصرفات اللي قاعد تعمله فيها دي، انت بليد ولا شنو؟ جيب لي كلام كلامك ده دار تدعمه به ادعمه به ادعمه بدليل بتلقى الناس كلها وقفت، لكن جايب لي كلام تقول لي الجيش تقاول ومدي 2 مليار الاهالي جمعوا لهم شيرنج والجيش اكل القروش وفزع، ده شنو انت قاعد وين يا زول؟ ده شنو ده يا اخي؟ ده وين ده يا زول؟ ما عندنا زول كاكي بيعمل الكلام ده، زي ما كنت بتنزل انه بيشفشف، ما عندنا الكلام ده، ما عندنا في جيشنا ده، ما في. هو بعد العفن ده من قياداته قاعد وصابر ومسندد. امشي يكدق لك ولا امشي يقاولك عشان يعمل لك ارتكاس، قول لهم كلام منطقي يا قول لهم كلام بخش الراس يا قحاته يا. لا يزول عامل فيها من قول لك حقيقه، قول لك كلام بخش العقل يا اخي. انت زول سوداني في المقام الاول يا اخي. قيم المواقف اللي انت فيها دي، قيم المواقف كده وتذكر حلتك وتذكر اهلك وتذكر ناسك وتذكر جيشك وتذكر الوضع اللي احنا فيه حاليا ده، انه اخره لو عندك ضمير حي اخره انه في اجنبي قاعد يخش بلدك بيعلم على اهلك في المقام الاول، بعد ذاك ممكن دار يخش لجيشك، بيجيك انت في المقام الاول بيجي بغنمك معتبرك غنيمة زي ما قال كذا، امشوا التيك توك ده شوفوهم بيصوروا كيف اجنبي ابا عن اما عن خالة عن جدا، ولو الجيش مقصر انت ما تقصر يا اخي، ده ما واجبك يا اخي، علو بمعلومة ما تضعف الجيش بتاعك، ده الصح يا اخي، ده انت بس بتثبت انك سوداني يعني، دي اخر حاجة كده، لكن ما بتكون انت وداك والقياده وغيره على الجيش ده وعلى المواطن ده، ما بتلموا كل الناس دي يا اخي، ما بتتلم الشغله دي ما بتتلم، ودي ما حقيقه الكلام اللي بتقال اللي بتقولوا على ده، الله ينعل ميتينكم. على مستوى القياده ده الاعتراف الثاني، وسجلوا عندكم ده الاعتراف الثاني، الاعتراف الاول في موضوع الجزيرة على كلام الكباشي انه واقف على قرار، والاعتراف الليل على كلام الكاربي ياسر العطا كويس انه في خلل حتى في الجهاز التنفيذي داخل الحكومة، ده اعترافين. احنا من هنا بنقول يا اخواننا الاعترافات دي من غير عمل يبقى كلام عاطفة، يبقى شنو؟ يبقى تخدير، لو ما في اكشن بناء على التبعات بتاعت الموضوع ده يبقى كلام فارغ. الاعتراف هو ده، مش تشوفوا كلام العطا في خلل، قال لك في دغل وعديل جوا الحكومه الهسه دي، حتشيل النازل حتشيله، ما حتشيله معناه انت متواطئ معاه، ما عندها مسمى تاني، ما عندها اقنعني اذا في خلل انت اعترفت به وانت زول الثالث وانت زول الثاني وانت زول الاول عارف انه في خلل وحاسب الخلل ده، وبل انت كان قلت وجهت لي حاجات اتعملت وما اتعملت، تتعمل ما اتعملت، معناه في خلل، سكوت عن الخلل ده وعدم اتخاذ القرار المناسب، ودي مشكلتنا في انك تتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب على ردة الفعل المناسبة على قدر الحدث، دي لو ما عملتها معناها انت شنو؟ ده كلام حشو عديل، ما عندها ما بتت ما هنا هنا انا بتجرد من العاطفة، انا 11 شهر ممكن في ستة مواقف ولا سبعة مواقف ممكن دخلت مع العاطفة، لكن عاطفة في الوقت الراهن ده ما في تاني، في عقل وفي واقع وفي كلام بتقيسه على الواقع، في زول قال لك في خلل، الخلل ده تعالج يتعالج، ما تعالج معناها انت متواطئ في الموضوع ده بأي شكل إن كان، والعواطف دي تشيلها تركبها بنية كده تخدها تعلقها في أي حتة.
ما في تاني للعواطف، ما في أي مجاملة في عواطف، في خلل، في خلل على المستوى العسكري كويس في القرارات العسكرية والتخبطات في القرار العسكري، وأخيرا الجزيرة دي في باعتراف الكباشي إنه واقفة على قرار، دي واحد بعد اكتمال كل التجهيزات وكل الترتيبات. الشيء الثاني في خلل في القرارات السياسية، أخيرا لو دار أديك مثال بغض النظر عن كلام العطا نفسه، أخيرا امبارح كنا بنتكلم عن شنو؟ كنا بنتكلم عن وزارة الخارجية، كنا بنتكلم عن اتفاق أجبرت الحكومة السودانية على توقيعه اللي هو في مسار المساعدات، حددت مسارات معينة عن طريق دولة تشاد والسودان، عن معبر واحد، طلع الوزير الخارجية التشادي قال أنا ما معترف أصلا بالحكومة السودانية، وطلع ابن الكلب ده والدكتور قاعد مقاتل مع الدعم السريع قاعد في كافوري، لو في إعلام صحي بيكثف المجهود ده وبتعمل حصر الاجانب وبتفكها بتفضح بها الحكومه التشاديه قدام العالم، بدل ما تطلع يقل ادبه علينا ويقول انا ما معترف بك وتجي ويجبرك انك توقع معه اتفاقيه اللي هو عبر المسارات، منها مسار واحد متفق عليه عبر التشاد اسمه الطينه. مشوا اول امبارح مدخلين مساعدات كويس عن طريق ادري الجنينه، ومن الجنينه وصلت نياله بالفيديو، ولم يحرك وزاره الخارجيه قيد أنملة. إذا ده فشل ولا ما فشل؟ إذا الزول ما دار يشتغل بيعمل شنو؟ بيقلع ميتين أم اللابسة دي بيتفقفق. تجيب راجل محله. ما جبت راجل محله معناه أنت متواطئ معه، معناه أنت كلكم بتلعبوا علينا. ما عندي أي مسمى ثاني. وعان الله في الثغور في المقام الأول ومن ثم أعاننا الله. يعني أعان الله اللابس كاكي وشايف القرف بتاعكم ده كويس وقعد حد دم وصابر وخلي اهله وعياله بيعمل في واجب ومصندد ما عشانك يمين عشان الشعب السوداني ده، لكن اي زول تاني انا بعيده اي بني ادم ما قادر يتحمل مسؤوليته فليقلع ويتفقفق، تاني اي بني ادم ما قادر يتحمل مسؤوليته ما قادر يكون قدر الحدث تتفقفق تشيل هدومك تبقى مارق، لانه هنا 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 11 شهر بنطلع بنقول كل الكلام، تمر العمليات العسكريه في اوجه وفي قوتها على مدار شهر ولا تملاها اسبوعين نجي تكره الناس 3 شهور ثاني، ومن ثم نطلع نقول نفس الكلام، ومن ثم نتفاعل خير ونتعامل بالعاطفه ونقدر المجهودات لجيش الشارع، ونجي ثاني في نفس الطريقه بنفس المنوال بنفس الفجل بنفس عدم اتخاذ القرار ثاني نقعد نحنس ونتكلم ونكورك. تاني هسي ممكن هسي تاني يقول لك الحركة بتاعت الليلة يقول لك القوات اتقدمت دي القوات عدير بتشوفها شوف بتطلع الطريقة النموذجية، لو في زول دار يعمل أول حاجة وشرحناها في بوست قليل الناس مفروض كان تفهموا التقدم بتاع مدني ده بتجيب له وزيرك النايم ناعم داك وزير الدفاع المالي بسكاكي إلا مرة واحدة في خدم الحرب دي بيطلع في مؤتمر اتش دي شفتها العالم كله شايفه نوع لنا الزحف والتقدم نحو ولاية الجزيرة بناء على شنو؟ استنادا يا عسكري يا فريق ركن على شنو؟ على استنادا على اللي هو العقيدة القتالية للمقاتل، العقيدة المقاتل للعقيدة بتاعت الدعم السريع شرحناه، المقاتل بتاع الدعم السريع زول ده ما عنده عقيدة دار يشفشف ودار ياكل وشرحناها، أي ضغط عليه أي ضغط عليه بيسلم ولا بيتخذ قرار غلط ولا اموره بتجوت وبالتالي يؤدي الى مقتل ولا هروب. فبناء على الكلام ده وقلنا كلام عقلاني قلنا لك عندك الكدر خير مثال، الليله دي في العمليات دي حاصروا كده طلعوا سلموا كلهم 10 شفتوهم في الفيديو. ما بيموت لك يموت يقاوم ليه؟ يقاوم ليه؟ لانه ما عنده عقيده قتاليه. لما تجي تقارنها مع الاسماء بتاعت القوات المسلحه عقيده مليانه فل زي ده انا بطلع بدي وده في العسكريه بضرب المعنويات انا جايك بقول لك انا جايك بنتهي منك بطلع في التلفزيون نعلن الزحف والتقدم نحو ولايه الجزيره غير كده حشو دار الصيغه اللي جنبه ده بيفيدك بيربك عدوك بيشتت افكار عدوك بدل الليله طالعين بيصوروا فيديوهات قاعد يعوموا في النيل بمزج بدل الليلة عثمان فيدل رفعنا احداثياته 86 مرة عثمان فيدل ابتداء من الرياض ابتداء من الكويت لحد ما دخل مدني لحد في القرية بتاعتهم دقرسي قاعد
الليله هو نفس الموقف اللي هو كان في 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 العلفون ونص. والله صفحتنا تشهد، صرخنا اتكلمنا في الكلام ده زمان، كان الجوفاني وكويس وعثمان فضيل لما كانوا في العلفون. على اي اساس سالنا انه المعسكر قريب للمحطه بتاعت البترول بتاعتهم دي؟ لا فين امورهم طيبه ولا حياتنا من دونادي. الليله بنفس الطريقه في طمانينة كامله قاعدين امورهم طيبه، بس في الجزيره كويس، في الخرطوم دي ذاتها تقطع من الكوبري كده عايمين وامورهم طيبه. لما انا اطلع اقول له كلام ده انا جايك واطلع بالحزم ده بفرتقه، لا عارف يمشي يمين. عقيده المقاتل جوا الدعم السريع، انا اوريك اول حاجه اقسم بالله العظيم تعمل حركه زي دي حيشتبكوا في المقام الاول هم نفسهم. النخبه بتاعتهم لا تعرف تقتل الجاري، حتحاول تلملم اطراف، حتعمل فوضى في شنو؟ حتعمل فوضى في الدفاعات، حتعمل فوضى شنو في ترتيب الصفوف بتاعهم، حتعمل فوضى في الارتكازات. اي زول حيكون شايل هم انه ما يموت، ليه؟ لانه ما عنده عقيده قتاليه، وده اي بي سي دي عسكريه. لو انا غلطان زول غلطني. صلى الله ان ربنا يعينكم يا اخي، صلى الله ان ربنا يحفظكم، صلى الله ان ربنا يوحدكم. الكلام اللي بيروج انه في خلاف، لا لا ما في خلاف، كلام يا ساعات هذا ما في خلاف مع كباش. طلعنا اتكلمنا عن كلام الكباش، كلام واعي محترم، قلنا في الوقت الراهن ده التلميحات ما بتنفع، لكن الكلام الاثبت على انك المقاومه الشعبيه انك دار تجي الحكومه دي ما كلامه واضح، اكد عليه الكباش ما في اي مشكله ثانيه. ما تدخلوا الناس في كلام فارغ، واضح الكلام ده انه بيتكلم، قال مقاومه شعبيه، انت داير سلاح للجيش وفر لك سلاح بيكون مسجل عنده، انت مشيت عندك سلاح اشتريت سلاح الحكومه ما عندها مشكله تمشي تخنن، الكلام ده مرفوض؟ لا لا الكلام ده ممتاز وبصمنا عليه العشر، اذا ما في من نقطه ثانيه خلاص. لكن على مستوى القياده الخلل الموجود ده يتحلى، ما تحلى معناه شنو؟ انت شنو مواكب الموضوع ده او انت متواطئ معه على الشق السياسي سواء النائب العام. يا ناس كلام يا سر العطر ده في النائب العام، النائب العام مصاب، مال اهل اميتين ابو اهل امنا مصاب نائب وين؟ دحنس الليله النقود اللي امبارح بيتكلم برا في الدعم السريع، الفكات الاستخبارات العسكريه بيتكلم على انه ببرر الدعم السريع من الاغتصابات، ما فكات الاستخبارات العسكريه. وين النائب العام من الكلام ده؟ وين النائب العام من التصريحات ذاتها بتاعت تقدم نفسها؟ وين النائب العام من التصريحات الدار تركبنا في الارهاب ذاتها عن طريق شعب الطيب؟ ولا حياه المتنادي، ليه ماله؟ قالوا عيان، طوص فيه، انا ما لها حل بيه. انا عندي زول بيموت هنا في الميدان ده، انا عندي زول بيغتصب هنا في الميدان ده، انا عندي زول مواطنين قاعد يخشوا لهم بيوتهم الان. انا مالي ومالي يا زول، ما تجيب بديله. سكتت عليه معناه متواطي عليه. اي سكات على الغلط معناه انت جزء من الغلط. احنا من هنا ونمشي على الموضوع ده قدام، وما عندنا كبير الا رب العباد. ونحن والله انا شخصيا انا والله ما قاعد اتكلم عاطفه اخواننا، والناس عارفاني قاعد اتكلم من وين. وبايع عليه الله، شفت البلد دي ما عندي للربع والتلف. لكن سجن او منطقه انا ما بخش. شوف ده الغلط قدامك. انت صلحت الغلط اوكي، ما صلحت الغلط انت بارت من الغلط او انت جزء من الغلط، وده باعترافك يا شارح نادي. الشق السياسي ما نافع، قرارات الشق السياسي متخبطه تماما في ظل حرب ما بتتحمل مسؤوليه. على الشق العسكري عندنا معضله كبيره اسمها وزير الدفاع، لو جينا صعدنا الموضوع ده عندنا معضله كبيره في عدم اتخاذ القرار وعدم تحمل المسؤوليه اسمها مجلس السياده فوق اول زول. ما صلحت الغلط انت بارت من الغلط، اذا ما بتلزم زول ولا عاطفه ولا عند مسمى ولا تحت اي بند، لانه they have fucking enough. ابتداء بزول في الثغور ده، ولو بتسمع في الثغور ده بتعذر اي زول بيتكلم كلام ثاني، وباعتراف منكم انتم نفسكم. واخر الدليل كلام ياسر العاطفه، ربنا يوحدكم، ربنا ينصركم، ربنا يعينكم، وقفوا مع بعض. امبارح طلبنا من الناس قلنا يا اخي طلعوا لنا الافادات عشان نجي نبلع اي قناه دار تصعلق عليه نبلعها نوريها الارهاب. قلنا الناس اللي في سنار، الناس اللي في الفاو، الناس اللي في المناقل، الناس اللي لفت المستشفيات،
بدل يا اخي ما تتعب عليه دندش، بدل ما تمشي للوهميين ديل يا اخي. الشغل اللي انت بتقدر، انت ممكن تبقى دندش، انت ممكن تبقى اي زول عامل فيها جان كده بتاع برودكاست، انت بتبقى شفت، شيل كاميرتك امشي صور افادات النازل. وفي واحد قال لي يا اخي الاسر عفيفه، يا اخوي انا قلت لك امشي اديها قروش؟ انا ما قاعد اقول لك امشي ادي زول قروش، انا قاعد اقول لك امشي خليه يحكوا الماساه اللي حصلت فيهم دي الجاي من مدني حديثا، عشان نثبت للعالم من هو الارهابي، عشان يشوف في عينه الارهابي منه. ده الارهاب اللي بيمارس على العزل. اذا اعلام الدوله ما في، احنا ما دوله، ما احنا كبك ذات، وريهم الاعلام. تاني عندكم الفرصه، تاني يا اخواننا الناس اللي ما شغاله بالدولار، يمين بالدولار تستلم من اليوتيوب ده ذاته. امشي اعمل لك قناه كويس، فعيله كلها تمام، امشي لف على الـ على الـ على الـ على الاسر الجايه دي، خلي الناس تحكي على في مصر، على في السعوديه، على في اي حته. تمشي بتلقى سودانيين استديوهاتكم الفاتحه، بدل تفتح ليلة الكلام الفارغ ده حضني وحضنك والكلام العفن ده، افتح جيب المواطنين السودانيين يحكوا معاناتهم، بنثبت للعالم الحاجه دي اثار كبير، بتثبت للعالم من هو الارهابي، من اللي بيمارس الارهاب الان في دوله جيش او شعبها واحد، بيجي اجنبي واحد سوداني باطل بيمشي بيجيب له اجنبي بوظفه بيجي بيجيبه معه وبالدليل. نتمنى الصفحات في الايام الجايه خلافا عن الكلام اللي قلناه ده كثفوا المجهودات على التعرف على الاجانب. امبارح اكتشفوا واحد اسمه موسى شاورما ولا موسى شاورما، مدينه واحد من الغلمان يا عفن، دعمي سريع عفن يا. وكتر الله خير القناه اسمها هونم درمان برضه شغاله شغل ممتاز، جابت امبارح والدخوت موسى هلال برضه جوا الجك، ما جوا الجك ده شغل ممتاز، ده هلام صح، ده كلام صح، ارمو قدام، ده الشغل الصح يا الله المستعان يا تاني. ربنا يحفظكم، ربنا يعينكم، ربنا يوحدكم. وهنا هنا شفت زي ما قال الفدائي ده، هنا هنا. السلام عليكم.